السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا اختراع جديد او فكرة جديدة. الفكرة عبارة عن ايه؟ عن ستارة هنعملها بعرض المية، بعرض اي مية، طبعا مش نيل، حاجات ضيقة يعني حاجة ايه 30 متر 25 متر، حاجات دي اضيق من كده. ماشي، بنعملها بالفكرة دي يا جماعة، ان احنا طبعا انت لو بتصطاد ولا حاجة يعني بتصطاد، يعني بتصطاد طلعت اصطاد هتصطاد بعود مثلا غماز وعودين حداف، يعني يقول لما تقول انا 100 100 يعني عودين حداف. لا، الفكرة بتاعتنا بقى ان احنا هنقفل المية كلها بخيط من الشط للشط، وهنحط فيه رصاص، نحط فيه رصاص، وبين كل رصاصة ورصاصة في سن نازل ومطعم مصراع، بحيث اي سمكة رايحة او جاية لازم هتتعطر في سن من السنونة. سمكة بقى تعبان معدي، قرموط معدي، بياضة معدية، دقماج معدي، اي سمكة بتاكل مصران لازم هتتعطر معاك في الايه في السنون دي. تابعونا يا رجالة ونشوف ايه الادوات المستخدمة لعمل الفكرة دي. هنشوف مع بعض يا رجالة الادوات المستخدمة لعمل الفكر. صور يا سيف كده خيط يا جماعة، خيط أنا جايب الخيط ده، خيط مقاس 150، مقاس 150، أنا جايب خيط مقاس 45، خيط 50 ماشي يمشي معاك، خيط 55 يمشي معاك، 60 يمشي معاك. أنا هعمل فكرتي طبعا، شرع مية مش كبير، مش واسع أوي، 7 رصاصات سنون، هشتغل بسن 0 1 أهو. هتحتاج حتة فل اللي هتلف عليها الفكرة، تلفه عليها عشان بعد كده ما تقعدش ايه، يبقى جاهز معاك في اي وقت. هنشوف يا جماعة طريقة العملية. معانا الخيط اللي بتاعنا 150، مقاس 150، ومعانا الرصاص بتاعنا اهو. طبعا انا عايز اول رصاصة تبقى جنب الشط، يعني اتقل رصاصة تبقى جنب الشط. الخيط بتاعك اهو ترميه كده وتسيبه ماشي، وتجيب اتقل رصاصة اهي، تقوم جاي معديها من ايه في الخيط. شوف الخيط ده يا جماعه، اهو الرصاصه ماشيه بتعمل ازاي، ده اول رصاصه تقيل. طبعا لو الرصاصه بتاعك مش عايزه تعدي في الخيط ده باي ابره، اي ابره خياطه ووسعوا بيها، الابره الخياطه اهي ووسع الفتحه عديناها، وبعد كده تعدي بقى الرصاص كله ورا بعض، بس سيب برضك اتقل الرصاصه برضك في الاخر الجهه الثانيه تبقى جنب الشط. اهي يا رجاله انا موسع الرصاص كله بالابره عشان برضك ما ياخدش وقت من الفيديو اهو. انا بعدهم كده للاول عشان ما يضايقونيش لما انا هبدا اشتغل والف على الايه على بتاعه تبقى جاهزه يعني. يا رجاله اخر واحده بقى التقيله هنخليها جنب الشط الجهه التانية، خدت بالكم اهي؟ تمام كده الرصاص بتاعنا كله، ارفع الكادر يا ابني، اهو الرصاص اهو بتاعك اهو كده، عديت الرصاص كله اهو. تعالى شوية تروح بعيد كده، لا اهو اهو الرصاصة اهو رجعت، الرصاصة اهو كده عدته، هقوم جايب مسقطهم تحت اهوت، هنجيب اول الخيط اهو، اول الخيط هنسيب مثلا مسافة عشان طبعا هربط جنب الشط دي مسافة ناسب، سيب مسافة مثلا 5 متر ولا حاجة، 5 متر اهو رجالة. تمام هنقوم جاي ايه جايبين البتاعة اللي هلف عليها الحاجة اهو، رابطين فيه اهو، رابطين اهو من هنا. تمام نقوم جاي لافينه عليه. كده يا جماعة معانا اهي، كده احنا لفينا خيطنا اهو. هنيجي هنا انا عامل عقدة اهي تحت اهي، عقدة اهي وعقدة فوق الرصاص بحيث الرصاصة تنزل ولا تطلع اتزنقت. خلاص اهي هنلفها على المصلحة ديت اهو، لفيناها لفيناها اهو، جينا هنا طبعا احنا العقده وقفت هنا، هتقوم جاي لافف بقى الرمال اهو، لفه كده اهو كده اهو، تقوم جاي شابكه فين؟ في قلب بتاعي، تكمل لف، لفينا اهو تاني، لقينا العقده هنا اهي والايه والتاني فوقها اهي، لا تعرف تنزل تلف لفتك. يبقى تخلي الخيط والرصاص في جنب والترميل في جنب او في اي جنب من الاثنين،
هنيجي بعد متر اهو، بعد متر بالظبط ماشي، وهنعمل عقد. العقدة اتعملت اهي، هنستنى بقى نرمي مع بعض كده الترميلة برضه، عشان حدش، لو حد ما بيعرفش الترميل اهو، هنركن دي في جنب. هنجيب حتة خيط 70 سنتي اهو، اهي حتة خيط 70 سنتي، ونقوم قاطعينها بالموس، ونقوم جاي مرملينها مع بعض برضه، عشان لو حد ما يعرفش يرمل اهو. يا رجالة اهو، جايب ديت دي ماشية مع السن اهو، ده خيط 45، والسن مقاس 1 أو 0.1، السن مقاس 0.1، وينفع معاك 1 برضه خيط اهو، دي على دي. تقوم جاي لافف كذا لفة تمام اهي، تقوم جاي اهو وسحب دي شد طرفين، عشان ايه يا صورة عصر حلو. تقوم جاي قاطع حتة زيادة بالراحة، قطعت حتة زيادة، اعمل خيه فوق برضو اهو اهو، خيه اهي، تقوم جاي لافف لفتين فوق بعض، لفة اهي، تقوم جايب التانية برضك اهي، شد وقاطع الزيادة برضو تقوم جايب الحتة اللي اهي كده، احنا هنا اهو، دي العقدة اللي احنا عملناها. تقوم جاي معدي منها اهي اهو رجالة، باين عندك سيف اهي، تقوم جايب ده كده اهو السن ده، ومعدي من قلب الايه الخاية دي، تقوم جاي ساحب كده خلاص عديت. تقوم جاي زرع عادي بقى اهي، بقت واحدة حاجة وحاجة تانية. تقوم جايب الحاجة دي متر اهو رجالة، والسن يبقى كل متر متر رصاصة ومتر سن، تلف الايه عليها برضه لغاية ما توصل للايه للسن اهو اهو اهو، وصلت تاني للسن، تقوم مطلعه بره كده ولفه على الجنب اهو يا رجالة، وشبكه فين؟ في بتاع الفبر ده تمام. هشوف برضو العقدة ازاي تعمل، ازاي بتعمل العقدة، عشان برضو لو حد ما يعرفش يعمل العقدة اهي، ارفع فوق سيب متر اهو، متر اهو رجاله، تقوم جاي حاطط بجنب، جايب دي كده اهو، ومعديها من اهو كده اهو اهي، وتقعد تقرب 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 لغاية لما تيجي عند الرصاص. خد سيبنا المتر اهو، اقوم جاي جايب الرصاصة دي كده اهو جنب منها شادد، وجايب دي تحت، عايز تعمل عقدة بعد الرصاصة برضه، جايب دي معاك كده اهو ماسكها معاك، ومعاك دي كده اهو اهي يا رجالة اهو اهو، عادي دي كده برضه اهي كده، احنا عدينا الرصاصة تحت اهو، عايزين نقرب العقدة ليه او بعيد عنها شوية مش مشكلة، مش تفرق اهو، عايز تقرب قرب، عايز تبعد تبعد اهي كده، الرصاصة ثبتت تمام. تقوم جاي لافف الرصاصة على مكان الرصاص والخيط اهو، عايز مثلا اعمل عقدة للايه، عايز اعمل عقدة للسن متر، عشان لو حد هيعرف يعني، حد عايز يعمل عقدة للحاجة اهي متر اهو، تقوم جاي جاي كده اهو، معدي دي كده اهو، ومن اهو تقوم جاي عامل عقدتك، ما تزرش ما تزرش على العقدة لغاية الا لما تعمل ترمل وتعلق الايه، تعلق الرمال في الخية دي، في الخية دي كده يا جماعة. كله نظام بقى يا جماعة نفس النظام، كله يعني عشان بس الفيديو مش طويل، كله نظام متر سن، سيب السن رصاصة بعد متر، يبقى كل مترين في سن في النص، وكل سنين في رصاصة في النص. انا كده كان مخزن الرصاصة كله اهو رجالة، بحيث طبعا ان في بقرة هنا مش هينفع اعدي الرصاص لو عملت دي كده. يبقى كده يا جماعة انت كده قافل المية كلها برصاص، وحاطط بين كل رصاصة ورصاصة سن ومطعم مصراه، يبقى اي سمكة رايحة او جاية لازم هتعطر في سن من سنونك، وطبعا الرزق بتاع ربنا. هتقوم جاي عامل الحركة دي وربطه في الشط ده، طبعا مسقطه على الارض،
ربطه في الشط ده، انت بتخلي مش معلق، انت بتسيبه رايح على الارض، بس الخيط يبقى مربوط في الشط ده ومربوط في الشط التاني. طبعا انت تعرف ازاي ان السمكه علقت معاه، تقوم جاي عامل ايه بقى؟ خلصت انا اهو، بقوم جايب جرس زي ده كده، واقف اي طرف من الطرفين، بس الطرف اللي انا قاعد عليه يعني الطرف اللي انا قاعد عنده، تقوم جاي عامل دي كده. تقوم جايب علقة ده كده، أي سمكة هتعلق معاك هتلاقي الجرس بيلعب. في سمكة هتنضرب يعني هتضرب نفسها ولا حاجة وتاخد طعم منك، هتلاقي الجرس بيلعب. تقوم جاي أنت واحد صاحبك رافع يا معلم، والرزق بتاع ربنا. يبقى أنت كده تصطاد جنب منها ولا حاجة مزاج حلو وقشطة. دي يا جماعة هتصطاد معاك، هيخش معاك عليها القرموط، هيخش معاك الدقماج، هيخش معاك البياضة، هيخش معاك التعبان بالليل برضه. بس اهم حاجه لو انت اصلا في مكان مفيش غير قراميط، ما تسيبهاش للصبح، تبقى قاعد جنبها وتبقى قاعد مراكب الجرس، بحيث ما تسيبهاش للصبح، لان يعني القرموط لو اتعلق وانضرب نفسه بالليل هتصبح الصبح هتلاقيه ميت، هتلاقيه ميت خالص، ما عادش عفي. لان القرموط من نوع السمك اللي تحب تطلع تاخد نفس، لازم تاخد نفسها من فوق. صدى القرموط ما تسيبهاش، تقعد جنبها، اصطاد جنبها وتسيب ده معلق شدتها ومحطفه الجرس. اصطاد اي حاجه تانيه لو صحتها مثلا في ميه نيلي خلاص سيبها وروح، بس اهم حاجه يكون مكان امان عشان محدش ايه يقلبها او يحطها محدش يشوفك. يبقى كده يا جماعه احنا كده عملنا الفكره، وباذن الله يعني انتظروا فيديو التجربه بتاعها، وكله مباشر رجاله. ويا ريت يا جماعه لو انت جديد معانا يا ريت شافنا اشتراك، ما تنساش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.